اليوم زرنا واحدة من منشآت بلدنا المتخصصة في الصناعات الغذائية. الكسيح اسم لخص جهود محلية ونقلها إلى العالمية من خلال تصدير منتجاته. سيد خالد صباح الخير. هلا حبيبي. وإحنا متعودين كل ما نيجي على الكسيح وهي مش أول مرة، دائما في عندكم إشي جديد بتقدموه للناس، وهاي المرة في عندكم براند أو ماركة اسمها مازيت، صحيح؟ أول شيء دائما المصنع بينور وقت ما أنت بتيجي. الله يخليك حبيب قلبي. الله يسلمك. مازيت هي شغلة أو بالأصل هو حلمنا من 20 سنة. أيوة، هو حلم صرنا 20 سنة من سنة 98 وإحنا قاعدين عم نشتغل عليه ما شاء الله. وأول ماكينة اشتريتها على مازيت بال 98 رحت على السويد وقالوا لي أنت مجنون إنك بدك تعمل هذا الحكي، اللي هو إنه نطور أكلاتنا العربية. أيوة. تمام، بطريقة طبيعية 100%، لا تحتاج إلى تبريد، 18 شهر شيلف لايف وخالية من أي مواد صناعية أو مواد حافظة، وبنفس الوقت يكون طعمها بس يعني شحطة، إذا مو زي أكل البيت بعد أكل البيت. شوف، هو حلم ومثابرة وتعب شركة الكسيح كلها، والهدف تبعها إنه إلها، كل ماركة إلها بروميس، إلها وعد للمستهلك. أيوة. وعد مازيت للمستهلك إنك أنت بتستاهل. إحنا بنحكي على مازيت، بنحكي على خلينا نسميها أطباق اللي هي المازة العربية. المازة العربية صحيح، اللي هي الحمص من فول اللاية، ملوخية ضفنا عليها كمان، الحمص بنكهات. هاي الملوخية أنا ما دقتها. تنساش القدسية عندكم كمان قدسية جاهزة. هاي كانت بآخر لحظاتها الاختراع، إنه لازم نطلع القدسية، فطلعناها الحمد لله. ليش سميتوها مازيت؟ والله الصراحة يعني الاسم جاي هيك شوي محير. لا، هي مو هي، كان الهدف إنه بتعرف كل شركة لها سياسات، يعني حتى شركات السيارات. أيوة. إذا السيارة عندها performance ما بيطلعوها زي السيارة العائلية، بيطلعوا اسم. فإحنا مازيت عندك من مازة، من مازتنا العربية. نعم. عطيناها شوية هيك نكهة فكاهة أو نكهة دعابة إنه تطلع مازيت. أيوة. وإنه تتميز عندك بسهولة لأنه الاسم مش معروف. أفضل مرات الاسم الغير معروف أو اللي فيه حركة بيعلق بذهن الناس. وهذه كانت الفكرة. لنتعرف على واحدة من أحدث الماكينات الموجودة لدى الكسيح، دخلنا المصنع. هلا هاي هي ماكينة الفاينل ستيج اللي هي التعبئة، طبعا غير الصالة اللي يعني من أعلى ستاندردز الهايجين، تمام؟ لكن الماكينة زي ما لك شايف هي ماكينة كمان معقمة ومغلقة ومحكمة الإغلاق. هي الماكينة بتصير عملية تعقيم بتاخد حوالي 2 hours، ساعتين، وهي تتعقم ماشي قبل ما نجيب المنتج المعقم كمان إلها. أي إشي وراء هذا الزجاج هو معقم وزيرو بكتيريا. أيوة. فهي ظروف التعقيم كتير مهمة عالية. نعم. والمنتج أجا معقم من منطقة تانية بالمصنع. نعم. بصير عملية تعقيم العبوات البلاستيكية. طبعا نعم. هاي العبوات البلاستيكية هي مالتي لاير بلاستيك كمان عشان تحمي المنتج من الأكسجين وتقدر تخليه يعيش 18 شهر. أيوة. فبتيجي العبوات البلاستيك وبتدخل بعملية التعقيم بهذا التنل. هون أجا جزء التعبئة. في عنا 2 stages، مرحلتين. مثلاً في حالة القلاية منعبي على ستيج 1. أيوة. في حالة الحمص بالشطة منعبي على 2 stages. لأنه الحمص لحال وبعدين الشطة. أيوة. والشطة كمان جاي معقمة من محل ثاني. مفهوم. وبعدين هون بتعقم الألمنيوم فويل، الغطاء الألمنيوم اللي محكم الإغلاق على العبوة. هذا تعقيمه لوحده. هذا كمان تعقيمه لوحده بالحرارة. نعم. العالية. نعم. كمان تبين اللون الوهج الحرارة. طبعاً. وهون في مرحلة الفلاشينج بالنيتروجين. المسافة بين الألمنيوم والحمص المسافة الصغيرة هاي كمان وفلاشت باي نيتروجين. أيوة. هاي عشان الحمص يضل فريش أو القلاية أو الملخية يضل فريش بالمنطقة الصغيرة هاي. تمام. أيوة. ماشي. بعدين هون بتصير عملية الحام. اللي هي الإغلاق يعني. الإغلاق عندك الألمنيوم على البلاستيك. وهون آخر ستيب اللي هي بتفحص إذا في أي عدم إغلاق 100%. تنفيس خلينا نحكيها. أيوة. حتى لو تنفيس أدراس الدبوس بتبين بهاي النقطة وبترفضها الماكينة. وآخر مرحلة بنحط عليها الغطاء البلاستيك، تمام، عشان المستهلك يدري الكمية اللي ما استخدمها بيقدر يغطيها، وبعدين بعد ما يفتحها لازم يحطها بالثلاجة. أيوة. لأنها بتكون خسرت ظروف التعقيم المسكر. طبعا. تمام. وآخر مرحلة بتروح على ماكينة الإكس راي. ماكينة الإكس راي عشان كمان نضمن الفاينل كواليتي تشيك. أيوة.
انه ما في اشي لا سمح الله مر ايوه اي معدن اي غيره اي شيء اي شيء بتودع ماكينه الاكس راي عشان نتاكد انه المنتج مطابق 100%. مع اني ضايق بعض من منتجاتكم، مش كل المنتجات، بس ما بنفع هلا ندوق هون في المصنع. انا بقول نفطر بكره سوا، شو رايك قبل ما تيجي يا سيدي؟ مو بقوله بعد ما في بعد، انا ما بمزح، مو بقوله ما في بعد اكل البيت الا ما زيت. يا سلام، بكره بناكل ما زيت بالبيت 100%. لانه بالمصنع هلا تضحك علي بعلبه علبتين بزبطش. يا سيدي اهلا وسهلا، لا بدي ادوق من كل شيء. اهلا وسهلا فيك، بكره تصحى بكير؟ انا شغلي بكير وانا بوصل الاولاد بكير، بوصل الاولاد وبنتقابل سوا. خلص الى لقاء اذا غدا ان شاء الله. حبيبي اهلا وسهلا. صباح الخير فؤاد. صباح النور. صباح النور. تمام الحمد لله. ما وعدتك. تمام. والله ما قصرت. هاي صرنا بالبيت، في الشايات سخنين. صحتين صحتين. طبعا اللي بده يدوق هلا تدوق في المصنع غير عن فطور مفروض. وهي فطور مزاد جاهز زي ما عودناك امبارح. اهلا وسهلا فيك. عظيم. نورت. هلا في عنا الحمص. حمص. بالشطه. بالشطه. الشطه الحمراء. عشان هيك احمر. ايوه. تمام. وبعدين زي ما انتبهت هون. هذا اللي كنت بدي اسالك عنه. هذا في حاطين احنا قرن واحد. لانه درجه الحديه الحار خفيفه خفيفه، بس لاصحاب اللي بيحبوا حار بيحبوا اكثر. ايوه. عندك ممكن بتلونوا بنطلع بدرجات الفلفل الاخر، بيطلع بدرجات الحراره حتى يصير لحد 4. حتى يصير سيريس حد. يا ويلي، يعني هذا للقلوب الجامده. تمام. ايش بفرق الحمص بالتتبيله عن الحمص بالاعشاب؟ هذا حمص تتبيله البلديه اللي هي فليفله بصل ثوم شغلات زي اللي بنعرفها العاديه. ايوه. هي لا بالاعشاب، هي فيها زعتر وخليط من الاعشاب وطعمها كثير بشهي كثير زاكي. الماكينات اللي شفناها امبارح هي ماكينات مصنعه فقط للكسيح، يعني حق الانتفاع فيها كنموذج هذه فقط لكم صح؟ احنا طورناها. واقع الامر انه كل التكنولوجيا اللي انت شفتها امبارح بالمصنع هي تطوير مصنع الكسيح والشباب والصبايا بالمصنع. اسم الله، كم وظيفه عندك؟ كم عامل عندك في المصنع؟ شوف احنا الحمد لله عندنا 450 موظف، واحنا بنفتخر انه عندك كل شبابنا زي ما بيقولوا اولاد الشركه، طلعوا من تحت لفوق، والحمد لله كله اردنيين عندنا. فأولاد البلد الله يطرح البركة إن شاء الله دائماً بتضل وكله كبر مع الشركة من أولها ما شاء الله. يلا نقول صحتين، نبدأ نفك ونوكل. أيوة. بدنا ندوق هلا. يلا صحة وعافية. يلا شباب صبايا تفضلوا معنا.